السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن ازاله الشعر بالليزر. الفيديو ده انتوا طلبتوه مني كتير، وكنت كتبت لكم قبل كده بوست على الفيسبوك وقلت لكم ان انا ان شاء الله هعمل انترفيو مع دكتور الجلديه، اقول لها فيه كل اسئلتكم واستفساراتكم عشان نبقى فعلا عرفنا المعلومه من مصدرها موثوق فيه، كمان مش مجرد اسئله او كلام من على النت وبس. وفعلا ده اللي حصل، وجمعت كل اسئلتكم ورحت مركز من مراكز الجلديه والتجميل اللي هو مركز جدوره، وقابلت دكتور شيماء وسالتها كل الاسئله بتاعتكم، كل حاجه تيجي في بالكم. هل هو امن 100%؟ طب ايه الجهاز اللي نستخدمه؟ طب ازاي نعرف الجلسه كانت فعلا فعاله ولا لا؟ اقدر استخدمه من امتى؟ امن على الحمل ولا لا؟ اسئله كتيره جدا سالتهاني، انا وجهتها للدكتوره وهقول لكم الاسئله بالتفصيل، وكمان هقول لكم باخر الفيديو رايي انا بقى الشخصي فيه، وكمان عروض واسعار خاصه جدا مركز جذور للبنات اللي تبعي اللي تبع دكتور منى، اسعار حلوه جدا برضو. لو حابين يعني تاخدوا رايي في مكان، دايما اسالي عن مكان موثوق فيه اعمل تعملوا فيه، فانا جبت لكم من هناك اوفرز حلوه قوي للبنات اللي من عندي. يلا لو مهتمين بده كله كملوا فيديو. اول سؤال سالته في الموضوع ده هو ان احنا نقدر نعمله من سن كام؟ بصوا، هو من اول مرحله البلوغ، من اول ما البنت الدوره تجيلها ساعتها تبقى الهرمونات مستقره ونقدر ان احنا نبدا نعمل الليزر، ولكن في بعض الحالات ممكن نبدا فيها من 6 سنين لبعض الاطفال بطريقه امنه ومعينه في حالات معينه. بمعنى مثلا لو بنوته صغيره شويه عندها شعر كتير في منطقه الشنب، اصحابها في مدرسه بيضايقوها، الموضوع مؤثر على نفسيتها، ساعتها ممكن نعمله. بس عشان تبقوا عارفين ده مش حاجه هتستمر للابد، هتبقى حل مؤقت بيحل مشكله حاليه، لكن بعد ما البنت ما تبلغ وتجيلها الدوره الشهريه الهرمونات تتغير، وساعتها مش مضمون نتيجه تفضل مستقره او يفضل مثلا المنطقه دي ما تطلعلهاش، لا ممكن الهرمونات تتغير ويطلع لها شعر جديد، بس احنا بنحل بيه مشكله تجميليه مؤقته في السن الصغير ده. سؤال كمان او زي سؤال معانا هو هل الليزر بيجي على الشعر نهائي؟ يعني بعد ما اخلص 6 ل8 جلسات بتوعي مش هحتاج اعمل ليزر تاني؟ قالك بصوا، الدكتوره قالت ايه، احنا في بنسبه كبيره من 6 ل8 جلسات بنقضي على نسبه كبيره من الشعر، بس برضو في بنات هرمونيا مش مستقره، عندها استعداد للجينات انها بيطلع شعر تاني، فبعض الناس بتحتاج او يعني بيبتدي يطلع لها تاني شعر خفيف او مش بيقضي بشكل نهائي، لكن هيبقى فعال جدا لو حد الهرمونات بتاعته مستقره، الغده الدرقيه عنده نشاطها سليم، مفيش تكيسات على المبايض. ومن هنا جه سؤال مهم جدا جدا، هل يا دكتوره فيه تحاليل معينه او حاجات يعني اكشف عليها او اعملها قبل ما اروح عشان اطمن على نفسي وعشان اتاكد كمان ان الليزر هيكون معايا ليه نتيجه فعاله؟ طبعا في تحاليل كده، اهم حاجه طبعا نعمل نطمن على الهرمونات بتاعتنا نشوفها مستقره ولا لا. هرمون يعني مثلا اهم حاجه نعمل هرمون التستوستيرون والبروجستيرون والبرولاكتين، دول من الحاجات المهمه جدا. كمان مهم قوي نعمل سونار عشان نتاكد ان ما عندناش تكيسات ولا اي حاجه على الموبايل. مهم كمان يبقى الغده الدرقيه سليمه ونشاطها سليم، نعمل تحليل للموضوع ده. كل ده احنا بنعمله علشان نبقى اولا لو في اي حاجه نتعالج منها، ثانيا نبقى داخلين الليزر وعارفين الموضوع هيطول معانا ولا لا، الدنيا عندنا سليمه ف 6 8 جلسات والدنيا هتبقى تمام، ولا هحتاج فتره اطول من كده وهطول شويه في موضوع الليزر. طيب برضو السؤال المعتاد، هل بعد ما اخلص 6 جلسات بتاعتي لازم بقى اقعد كل فتره اعمل زي ما بيقولوا جلسه انها تحافظ على النتيجه وكده؟ برضو هنا الموضوع يعني مختلف من بنت للتانية، بعض الناس محظوظين والهرمونات عندهم مستقرة زي ما اتفقنا ما عندهمش اي مشاكل، الموضوع هيفضل النتيجة متحافظ عليها. بنات تانية هيبتدي يطلع لها شعر خفيف في بعض المناطق، وخاصة مثلا اكتر منطقة ممكن يطلع فيها تاني خفيف زي المنطقة الحساسة، وبعديها يجي الاندر ارم، وبعديها الوش، ساعتها لو ظهر يعني شعر خفيف في المكان ده ابتدي يطلع تاني بعد فترة، ممكن نعمل كده كل فترة كل سنة او كل 6 شهور جلسة تاني عشان نحافظ بيها على النتيجة. هل لو عملت الجلسات وانا بنت ورجعت اتجوزت وحملت هيطلع شعر تاني وهضطر اعيد كل الجلسات من الاول؟ برضو هنا مفيش حاجة ثابتة وستاندرد، في ناس محظوظين والدنيا معاهم بتفضل ثابتة، لكن في بعض حالات الحمل مش كلها، الناس اللي بتبقى حامل في ولد طبعا نسبة هرمون الذكورة بتبقى عالي اللي هو هرمون التستوستيرون، ساعتها طبعا ده من اعراضه زيادة شعر الجسم، بيأثر كمان على شعر الام فبتبتدي تزيد هنا عندها الشعر، لكن طبعا ده برضو مش في كل حالات حمل الولاده. السؤال اللي بعد كده كان ايه احسن جهاز ليزر، او ايه اللي يفرق جهاز من التاني او ادور عليه في الجهاز؟ بصوا احنا عندنا حاجات معينه بنقيس عليها ان يعني نقول الجهاز ده كويس ولا لا، اولها طبعا سرعته في ازاله الشعر،
تاني حاجة وهو قوة التبريد بتاعته. تمام، في أجهزة ممكن تبقى قوية جدا في إزالة الشعر، بس محدش هيستحملها لو هي ما فيهاش قوة تبريد كويسة. يعني تعمل كده بعد انزال الشعر عشان طبعا ما يحصلش أي حروق أو أي حاجة. طب كان السؤال بقى، طب هل في اسم جهاز معين اقدر ادور عليه او اما الاقيه في عياده اطمن ان هو الجهاز ده كويس ومناسب؟ هو في مصر هنا بالذات اكتر الاجهزه المنتشره واللي اثبتت فعلا فعليه جهاز كانديلا جنتل، وده في منه نوعين، في كانديلا جنتل ليز وده للبشره الفاتحه او الخمريه اللي هي اغلب بشرتنا في مصر عشان ده اكتر جهاز كده ناجح يعني في مصر، وفي اللي هو الكانديلا جنتل ياك وده للبشرات السمراء بقى والبلاك وكده والافارقه والكلام ده او اللي قبل افارقه بسنه. لكن زي ما اتفقنا احنا في مصر في الغالب او في العيادات يعني اغلبها بيبقى موجود اللي هو الكانديلا جنتل ليز علشان ده المناسب مع اغلب طبيعتنا هنا في مصر. طيب السؤال برضو المهم، ازاي نهتم ببشرتنا بعد ازالة الشعر او بخصوصا منطقة البيكيني او المنطقة الحساسة؟ وكان هنا الإجابة إن احنا لازم نستخدم كريم فيه مضاد حيوي وكورتيكوسترويد أو كورتيزون، طبعا أشهرهم يعني أمثلة عشان تبقى عارفينها اللي هو الفيوسي كورت والفيوسيزين الفيوسيزون، وده برضو وليهم تاني برضو بدائل كتير في السوق. والكريم الأهم هنا كمان ميبو، مهم جدا نلتزم بيه. في بنات كتير بيجي للدكتور يشتكوا مثلا بعد الجلسة يقول لها يا دكتور أنا غمقيت، ده بسبب ان طبعا ما التزمتيش بالكريمات دي خصوصا الميبو، لان انت خصوصا بالذات لو بشرتك خمريه فانت عندك كميه صبغه ميلانين كتيره بتمتص جزء كبير من الليزر فبيحصل الغمقان ده. وهنا انا اكدت على الدكتور، يا دكتور يعني احنا فعلا لو التزمنا بالميبو والفيسكورت بعد الجلسه مش هيحصل الغمقان؟ طبعا نهائي مش هيحصل اي غمقان لو التزمنا بالكريمات دي زي ما تعليمات الدكتور قالت. وطبعا برضو كان في سؤال كمان من بنوته، طب لو انا عندي اصلا غمقان قبلها لو حصل غمقان هل ينفع استخدم كريمات تفتيح عادي اثناء ما انا بستخدم او يعني اثناء ما انا بعمل جلسات ليزر ازاله الشعر؟ ينفع عادي، بس المهم ان يعني نفصل ما بينهم، يعني لو هنبدا مثلا كريم بعد الجلسه يمكن بعدها من 3 ايام لخمس ايام لاسبوع حسب حساسيه البشره، وكمان نوقفها قبلها ب3 ايام. يعني المهم هنا او تبقوا فاهمين الكونسبت ان احنا نفرق ما بين استخدام الكريمات دي وما بين الجلسه نفسها. هل شكل الشعرايه ولونها بيفرق من بنت للتانية او بيفرق يعني في نتيجه الليزر؟ الشعرايه كل ما كانت اغمق وكل ما كانت اتخن كل ما تكون احسن في الازاله ويبان عليها نتيجه اسرع، وبدليل كده على كده كمان هو ان هو شعر الوش اكتر مكان هو طبعا اخف شعر، وده اكتر حاجه بتاخد جلسات، متخيلين ممكن توصل ل10 او 12 جلسه، وفي ناس بقى عندها الهرمونات مش مستقره ممكن تقعد اكتر من كده كمان، خصوصا البنات اللي عندها تكيسات على الموبايل، وخصوصا كمان منطقه المستاج او الشنب دي منطقه عنيده جدا وبتحتاج وقت وبتاخد فتره طويله عقبال ما ينتهي تماما موضوع الشعر فيها بالليزر. طيب نتيجه الليزر ممكن نلاحظها من الجلسه الكام؟ وهنا كانت اجابه الدكتور ان احنا من اول جلسه هنلاحظ الفرق، وده هنلاحظه في ايه؟ في تأخير طبعا في نمو الشعر، بتأخر عن الطبيعي كمان من بعد اسبوعين كده ل15 يوم او يعني من 10 ايام ل15 يوم هتلاقي الشعر بيبتدي يقع لوحده، وده طبعا بيبان برضو في اول جلستين عادي. كمان السؤال الاهم طبعا، هل الليزر امان 100%؟ هل ملوش اي اثار جانبية؟ ودكتور قالت لي انه فعلا امان 100%، مفيش اي حاجه، ولو ما كانش امان للدرجه دي ما كانش حتى الحوامل يقدروا يستخدموه لحد الشهر 5. سوري، ودي كانت معلومة اصلا جديدة بالنسبة لي، يعني ايه الحوامل يستخدموه؟ وقالت لي كمان اتأكدي بنفسك من اي دكتور جينيكولوجي او دكتور نسا هتلاقوا فعلا ان امان ان الحامل تستخدمه لحد شهر 5، لكن طبعا احنا مش مضطرين نعمل كده. كمان لازم تبقوا عارفين ان الليزر اصلا بيشتغل سطحي جدا، مش مفيش ضرر. كمان هو لو كان بقى اشعاعات وقوي قوي زي ما الناس بتقول ما كناش احتاجنا كل الجلسات دي علشان نزيل الشعر، كنا خلصنا بقى من اول مره، لكن هو بيشتغل بشكل سطحي جدا بشكل سوبرفيشال على شعرايه، هو ده اللي بيخلينا اصلا ناخد وقت ونطول في الجلسات عقبال ما نقضي على الشعر تمام. طب كان في سؤال لبنوته برضو بتقول ان لو الجلسه او الشعر ما وقعش لوحده بعد اول جلسه او تاني جلسه، هل كده معناه ان انا ما عملتش جلسه كويسه او ما كانتش يعني فعاله او كان في غلط في الجلسه؟ دكتور قالت لي لا، ان عادي في بعض البنات الموضوع يتاخر لبعد الجلسه الثانيه، عندها برضو الهرمونات يعني فيها لخبطه شويه او عندها اصول جينيه مخليه الجذور شعرها مستقره جدا جدا فبتقع بصعوبه شويه، فعشان كده بعض الناس بيتاخر عندهم موضوع سقوط الشعر الواحده لبعد الجلسه الثانيه. طيب سؤال بقى اتكرر من بنات كتير وانا كمان كنت نفسي اعرفه، هو يا دكتور ازاي نتاكد ان الجلسه اتعملت صح او ما اتكروتناش على راي بعض البنات؟
قالت لي ان طبعا حق اي واحده تشوف التقرير بتاعها بتاع الجهاز بعد ما تخلص الجلسه. يعني مثلا لو كانت واحده بشرتها فاتحه واللي عملت لها بباور او بقوه خفيفه، فهي كده يعتبر ما كانتش امنه معاها ومش هيبقى نتيجه كويسه قوي. وهنا انا سالتها، قلت لها معلش يا دكتور بقى عرفينا بالارقام نبص على ايه في التقرير علشان نتاكد فعلا ونبقى خبراء ونفهم احنا الدنيا ماشيه معانا ازاي. وهنا قالت لي ان احنا هنبص على الباور او القوه في التقرير. لو مثلا في البدايه عامه في اول جلسه بيبداوا بباور او قوه متوسطه مع كل الناس عشان لسه انت اول مره مش عارفين مدى استجابتك ليه، مدى حساسيه بشرتك ليه وهكذا. في العادي بقى او بعد كده البشره الغابقه بتبقى من حوالي 12 ل 14، البشره الافتح شويه بتبقى من 16 ل 18، والناس اللي بواجهها شاهق ممكن نوصل معاهم في الباور لحد 20. طيب هل برضو لو في يا دكتور اماكن معينه مرخصه، يعني سعر النبضه او الاسعار عندهم رخيصه شويه بس احنا متاكدين برضو ان الجهاز عندهم هو الجهاز اللي احنا عايزينه الكانديلا جنتل والناس كويسه، هل ده معناه ان هم كده بيعملوا مثلا جلسه مش حلوه او ممكن ينقصوا في حاجه؟ فقالت لي لا مش شرط، ممكن حد يكون عنده الجهاز قديم شويه فهو اشتغل بيه فتره كفايه وخد مثلا منه اكسس كفايه، او ما عندوش التزامات كتيره، او بيقدر يجيب حاجته مثلا من مكان رخيص، فمش شرط. بس اهم حاجه نبقى متاكدين من الجهاز، نبقى متاكدين من نظافه المكان، من الدكاتره نفسهم اللي بيعملوا لنا. لو احنا متاكدين ده كله لقينا مكان سعره رخيص برده مفيش مشكله، مش معناه ان احنا نشك يعني في المكان ده. طيب هل لو ليزر ما اتعملش صح ممكن يجيب نتيجه عكسيه لدرجه ان يطلع شعري زياده؟ وهنا كانت الاجابه ان البنات اللي عندهم تكيسات ممكن الموضوع فعلا يزود لهم الشعر، عشان كده احنا اتاكدنا في الاول ان احنا نطمن في الموضوع ده، ان ممكن البنات دي يطلع لها الشعر زياده او شعر الوش عندها يزيد بالذات مع الليزر. كمان سؤال ان انا اتكلمت حتى عنه في قبل كده بس عشان اكد لكم، الليزر بيعالج جلد الوزه. ايوه البنات اللي عندهم اللي هو الشعر المحبوس تحت الجلد الليزر بيبقى من احسن الحاجات فيه، فعالجه فعلا بيدي على الشعر وكمان بيدي على موضوع جلد الوزه ده. واخر سؤال معانا كان ليه يا دكتور، ما ينفعش نعمل سويت مع ازاله الشعر او ليه دايما بتنصحوا بالشيبنج؟ وهنا كان التشبيه ان احنا لو الشعر ده وحش احنا بنحاول نموته او نثبطه بجهاز الليزر، فالسويت بيعمل له تحفيز اكتر بيخليه يطلع اكتر وبيصحي الوحش ده وبيخليه كده يعني بيعمل عكس اللي احنا بنعمله وعكس شغلنا ان احنا بنحاول نقتله او نموته باستخدام اجهزه الليزر. عشان كده الشيفنج بيبقى احسن حاجه وبلاش السويت لانه فعلا بيزود يعني زور الشعر بالذات مع الليزر. انا كده خلصت الاسئله اللي سالتها للدكتور وناقص بس ان اقول لكم عن رايي في الموضوع. انا شايفه ان هو بصراحه حاجه كويسه جدا، مريح لبنات كتير قوي بتعاني من الموضوع ده. مكلف من الناحيه الماديه، فانتي طبعا تبقي عارفه انك تخلع على حاجه هتستنزف منك شويه فلوس، تبقي عامله حسابك يعني لو انتي جربتي تبداي فيهم عشان تكملي الجلسات للاخر وتشوفي النتيجه اللي ترضيكي. كمان مهم قوي نركز على التحاليل اللي انا اتكلمت عنها في البدايه، تحليل الهرمونات البروجستيرون والبرولاكتين والتستوستيرون والغده الدرقيه والسونار المبيض، مهمين جدا عشان نبقى داخلين ومتعارفين النتيجه اللي احنا متوقعينها ايه، هل هيجيب فعلا نتيجه فعاله معايا ولا لا. يعني ممكن حتى البنات لو مثلا مش عايزين تعملوها قبل الحمل وقبل الجواز والكلام ده كله عشان خايفين ان يحصل عندكم تغيرات ويطلع تاني، فعلى الاقل اعملوا المناطق اللي هي صعبه شويه في النكو وتعملوها او المناطق اللي بتعانوا فيها. بالنسبه بقى للراي في الاماكن، انا قلت لكم المعلومات اللي تقدروا تحكموا بيها على مكان من التاني. انا مثلا يعني انا ما شفتش مكان او ما جربتش مكان معين عشان ارشحه، بس انا مثلا رحت هنا مع عند جادور واتكلمت مع دكتور شيماء وفعلا حد فاهم جدا وكويس قوي والمكان هناك نظيف جدا. يعني والاسعار انا اتفقت معاهم اي حد تبعي هيبقى ليه اسعار خاصه جدا، انا هسيب لكم، انا مش مقدرتش احفظ الاسعار بس انا هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. بجد يا بنات اسعار حلوه جدا ومفيده، ولازم تقولوا انكم تبع دكتور منى عشان تاخدوا الاوفرز دي، عشان حتى لو هم عاملين عروض والعرض ده بس هيخلص كمان يومين فانتوا هتبقوا مكملين على الاسعار دي دايما في اي وقت، حتى لو حصل زياده في الاسعار او كده قولوا بس انكم تبع دكتور منى وهتلاقوا في اسعار، يعني اسعار على كل حاجه، على العروض وعلى مثلا لو هتعملوا جلسه واحده، لو هتعملوا جلستين، لو هتعملوا مجموعه كامله هتبقى موفره اكتر بالنسبه لكم كتير. هسيب لكم كل الاسعار بالتفصيل تحت، وحتى لو هتعملوا بالنبضه فانا هسيب لكم هيبقى ليكم برده ديسكاونت، لو اي حد تبعي يبقى ليه ديسكاونت على سعر النبضه. بس كده، ولو عندكم اي سؤال تاني قولوا لي ونعمل جزء تاني من الفيديو لو عايزين عن اي اسئله انتوا عايزينها، وبرده تقولي تجربتكم. لو حد راح طبعا لازم يعرفني النتيجه كانت ايه، وهل فعلا الناس كانوا كويسين معايا؟ بس انا متاكده من كده، ما فعلا ناس كويسين جدا ودكتور شيماء حد فاهم قوي يعني وامين في اجابه كل الاسئله، قالت لي يعني كل الاجابات بصراحه من غير اي تجميل او حاجه. وبس كده خلصنا الفيديو النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.